أهل الإمارات بطبيعتهم يحملون في قلوبهم مزيجاً من الكرم العربي الأصيل وروح الإسلام التي تدعو إلى التآخي والمحبة بين الناس. منذ القدم كانت أرض الإمارات ملتقاً للقوافل البرية والسفن التجارية، إذ يعود تاريخها كمحطة تجارية رئيسية إلى أكثر من 4000 عام، حيث كانت المنطقة معبراً هاماً بين الشرق والغرب على طريق تجارة البخور واللؤلؤ. هذا التفاعل المستمر مع التجار والمسافرين ساهم في بناء شخصية إماراتية منفتحة قادرة على التعايش مع الآخر والاحتفاء به. ترسخت هذه القيم وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الهوية الإماراتية في ظل قيادتها التي أرست مفهوماً عملياً للتعايش السلمي وقبول الآخر، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به. إذ أكد تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2021 أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر التسامح. أما على الصعيد النفسي فإن الإماراتيين يمتلكون درجة عالية من المرونة والتقبل للآخرين، ففي دراسة صادرة عن جامعة الإمارات في العام 2020 أكدت أن 89% من الشباب الإماراتي يمتلكون مرونة نفسية كبيرة تعود إلى التربية المجتمعية التي تزرع في نفوس الأجيال حب الخير للجميع، وإلى منظومة التعليم التي تشجع على الانفتاح والتفاهم بين الثقافات المختلفة.